وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد إبراهيم زينل، رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي. مساء الخير سيد إبراهيم، ولو نتحدث عن استعداداتكم لعيد الأضحى المبارك حول توافر الأضاحي. مساء الخير، وكما تعلمون خلال هذا الموسم يزداد الطلب على شراء الأغنام، وخاصة من المواطنين والجاليات الإسلامية العربية والقادمين من القارة الهندية. وشركة البحرين للمواشي تقدم كل الخدمات وتوفر في الوقت الحاضر في حظائرها أكثر من 1000 رأس من الأغنام المختلفة من النوع الصومالي والعربي المستورد من المملكة العربية السعودية. وتم الاحتفاظ بهذه الكميات منذ أكثر من شهر تحت رقابة بيطرية وصحية كاملة. ويعتبر مصرف الشركة المركزي في سترة ومن أحد المسلخين المعتمدين من قبل الجهات الرسمية ممثلة في إدارة الرقابة البيطرية بوزارة البلديات، وهناك طبيب بيطري مقيم من طرف الشركة يتابع الرقابة على عمليات الذبح وصحة الأغنام قبل الذبح وبعدها. نعم سيد إبراهيم، قبل عملية شراء الأضحية طبعا هناك قواعد واشتراطات تتم، ما هي النصائح التي تقدمها للمشتري؟ طبعا الأغنام يتم مراقبتها من جهات رسمية قبل دخولها إلى البحرين أيضا. نعم. وهناك رقابة مستمرة أثناء وقبل الذبح وبعد الذبح، فهناك طبعا لكل نوع لها مواصفات معينة وللمضحي الحق في اختيار النوعية التي يريدها لتفاوت الأسعار بين نوع ونوع. وأود أن أركز على أن الالتزام بذبح الأضاحي في المسالخ المعتمدة من الإدارة البيطرية هو أساس لضمان وصول اللحوم بشكل صحيح بدون وجود أي تلف أو فساد فيها. بالنسبة للأسعار، هناك كانت هذه السنة عدة عوامل سلبية في السوق، لأن الأغنام من بعض المصادر التقليدية لم يكن متوفرة مثل السودان أو أستراليا، كما أن ارتفاع حرارة الجو بتزامن عيد الأضحى مع الصيف وشهر أغسطس ترتفع درجة الحرارة. لكن أسعار هذه السنة تتقارب مع أسعار العام الماضي، والأسعار الأضاحي بالنسبة للصومالي في المتوسط بين 50 إلى 60 دينار، بينما الأسعار الدول العربي بين 140 و150 دينار شاملا الذبح والتنظيف والتبرئة. مسلخ الشركة أيضا مستعد لتقبل وتقديم خدمة الذبح والتنظيف والتعبئة بشكل صحي وبإشراف كامل من الطبيب البيطري للذين يرغبون في استخدام هذه الخدمة مقابل رسوم بسيطة. نعم. بصفة عامة كما تدرين الإقبال على استهلاك اللحوم أيضا يرتفع بشكل كبير في خلال عيد الأضحى. والشركة قامت من حرصها على توفير هذه الساعة زادت الكميات اللي تستوردها بالجو اللحوم المبردة وكذلك اللحوم المجمدة عن طريق البحر لضمان توفر الكميات المطلوبة خلال أيام العيد. نعم السيد إبراهيم زينل، رئيس شركة البحرين للمواشي، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح.